المشكل اللي حاليا نواجهه هي ماهيش وجود الأدوية، هو مشكل في توزيع. كاين بعض الأصناف اللي راهي كاين مخزون يغطي حوالي 3 شهور إلى 4 شهور، ولكن ما نصيبوش في الصيدليات. خذينا بعض الإجراءات في وزارة الصناعة، أولا باش نلفت انتظار كل متعاملين بخطورة هذا العمل، وثانيا باش نسهل إذا فيه تسهيلات باش يكون فيه أكثر مرونة في توزيع الأدوية اللي راهي فيها ندرة وضعت. ولكن إذا نقارن الحالة اللي رانا عايشينها اليوم بالسنين الماضية، الأحوال تحسنت كثير. كنتوا تعرفوا كنا نمروا بفترات وين فيه ندرة الأنسولين، وين فيه ندرة الأدوية اللي كل مواد الضغط دموية. اليوم الحمد لله فيه نقائص، ولكن النقائص متحكمين فيها إن شاء الله بمساعدة المنتجين، بمساعدة كل المؤسسات اللي راهي تسكلف بالأدوية وتوزيع الأدوية. إن شاء الله بتكفيف قدرات تاع الجميع إن شاء الله. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.